وصلنا للفقرة الطبية لليوم، واليوم مخصصينها لنستقبل اتصالاتكم بموضوعات طبية. واليوم رح يكون ضيفنا دكتور سالم أبو الغنم، استشاري طب وجراحة العيون وضغط العين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم، صباح الخير جميعا. صباح الخير سالم مشاهدي. صباح النور. صباح أهلا وسهلا فيك دكتور. طيب إذا زي ما حكيت روان، اليوم اتصالات واستفسارات من كل الأشخاص اللي حابين يستفسروا عن كل ما يتعلق بأمراض السكري وتأثيرها على شبكية العين. إذا دكتور، يعني ابتداء قبل ما نبلش ناخذ اتصالات واستفسارات من جميع اللي بيتابعونا، نتحدث عن أمراض السكري وعلاقتها وتأثيراتها على شبكية العين. مرض السكري من الأمراض المهمة التي تؤدي إلى فقدان البصر أو ضعف النظر، خاصة بالأمراض اللي عندهم سكري مزمن. مرض السكري بأنواعه الأول والثاني أو السكري الناتج عن الحمل قد يؤدي إلى تعرض شبكية العين أو عدسة العين لأمراض السكري، تؤدي إلى فقدان النظر أو ضعف النظر. نعم. السكر زي ما احنا عارفين هو ارتفاع سكر الدم. سكر الدم لما يرتفع بمستوى عالي بالدم بيؤدي إلى تغير في شبكية العين عن طريق خلل في الشعيرات الدموية الدقيقة. نعرف احنا شبكية العين مكونة من خلايا عصبية دقيقة جدا تغذيها شعيرات دقيقة لا نراها إلا بالمجهر، فبالتالي بيصير خلل بهذه الشعيرات، بالتالي بيؤدي إلى رشحة المواد داخل الدم، فبالتالي ممكن تؤدي إلى نزيف على الشبكة، تؤدي إلى تكون سوائل في الخلايا، مما يؤدي إلى موت جزء من هذه الخلايا، بالتالي يضعف النظر أو يصير إن المريض ما بيشوفش قدامه واضح نتيجة ضعف العصب البصري. برضو السكري مهم، ليش؟ انه بيأثر على الشبكية، انه غير النزيف الحاد اللي ممكن يؤدي على الخلايا العصبية والرشحة ممكن يؤدي على اللطخة الصفراء. نعم. اللطخة الصفراء هي عبارة عن مركز النظر في الشبكية، فتكون الشعيرات الدموية او الدم او الرشح بهاي المنطقة بيؤدي الى خلل فيها، بالتالي لا تنقل السيال العصبي الى العصب البصري ومن ثم الى الدماغ. عشان هيك احنا بنركز انه السكري مرض لابد من علاجه ومتابعته. برضو من أمراض السكري على العين هي تكون الساد أو المي البيضة. هلأ مرض السكري بكافة أنواعه تزيد نسبة حصول الساد أو المي البيضة من 2 إلى 5 مرات زيادة عن الناس. نعم. تمام. طب أنا بدي أرجع بس أذكر أنه أرقامنا هلأ عم تظهر على الشاشة، اللي بحب يحكي مع دكتور سالم أبو الغنم ويسأله أي موضوع بخصوص العين والشبكية وأيضا السكري وتأثيره على العين، فهو يعني إن شاء الله رح يقدر يجاوب على كل استفساراتكم. دكتور سالم، بدنا نتحدث شوي عن ضغط العين. ضغط العين إيش تأثيره أيضا على العين وخاصة لمرضى السكري؟ خلينا نحكي هلأ. نسبة الإصابة بضغط العين بمرضى السكري بتزيد زي ما حكينا، تكون الشرايين الدقيقة أو خلل في الشعيرات الدموية في الشبكية واختلال السكري بيؤدي لتكون شعيرات دموية حتى تقوم زي ما حكينا أنها تغذي الشبكة والخلايا اللي ماتت، فبالتالي بتنتشر هذه الشعيرات الدموية على الشبكة وعلى زاوية العين، فبالتالي بتعيق تصريف السائل داخل العين مما يؤدي لارتفاع ضغط العين. يعني زي ما حكيت مرض السكري من أهم أمراض الفقدان البصر بالعالم نتيجة تأثيره على العيون. برضو عم نحكي عن شغلة مهمة، إنه زي ما حكينا كل أنواع السكري المريض عادة ما بيشكي إنه تأثر عينه إلا لما يصير مرحلة متقدمة، بلش يحس بضعف بالنظر أو خلل بنظره. عشان هيك يعني دعوة مهمة لجميع المرضى كبار وصغار السكري، إنه وانس إنك تشخصت إنه عندك سكري لابد من فحص الشبكية. من ناحية فحص النظر، فحص العدسة، فحص ضغط العين وفحص الشبكية. وعادة في بعض الأمراض نحتاج، يعني سوري المرضى نحتاج لتقطير العين أو توسيعها زي ما بيعرفوا معظم مرضى السكري، أنه لازم تتوسع العين حتى نفحص كل أطراف الشبكية. فبالتالي نقطة مهمة أنه إحنا إذا قدرنا بالبداية نشخص تأثير السكري على الشبكة أو على العين ككل، نقدر نعالج المريض حتى نحافظ على نظره أكبر قدر ممكن. نعم، وقائية يعني. طيب إذا ناخذ أول اتصال معنا لليوم من السلام محمد. عليكم. وعليكم السلام. السلام. ممكن شير برنامج؟ تفضل. تفضل. نشكرك يا ستي والطبيب على هذا البرنامج الذي يهتم بالوطن المواطن، لكن أحب أن أسأل الطبيب سؤالين. السؤال الأول، ما هو السكر الكامل؟ إيه؟ ما هو السكر الكامل؟ السكر الثاني؟ كل إنسان مصاب بسكر ولا يدري إنه مصاب. طيب الصوت مش واضح. ما هو السكر، ما هو السكري الكامل؟ الكامل عم نقول. نعم. السكري الكامل. نعم. السؤال الثاني، من المعروف أن اللياقة البدنية تساعد على حرق السكر والكوليسترول، ولكن في ظل هذه الظروف الحارة، هل ينصح الطبيب مثلا الشخص بالمشي مثلا لمده نصف ساعه او ربع ساعه؟
نعم شكرا طيب. لك اوكي نعم. اذا احنا اليوم مخصصين شكرا لك استاذ محمد رح نحاول انه نجاوبك هلا من الدكتور سالم لكن زي ما حكينا احنا اليوم مخصصين اسئلتنا بتاثير السكري على العين يعني انطلاقا من انه الدكتور سالم هو متخصص بالعين بشكل عام وتاثير السكري على العين هو عم بسال عن السكري الكامل بتحب تجاوب على موضوع يعني السكري زي ما حكينا ثلاث انواع اساسيه هو تايب 1 وتايب 2 او النوع الاول والنوع الثاني والسكر الناتج نتيجه الحمل عاده السكر الكامن او الهادي يعني بيكونش انه مشخص كامل موجود عند المريض بعدم استجابتها الخلايا للانسولين الموجود بالجسم نعم تمام طب السؤال الثاني كان تاع الرياضة يعني الجو حار بس ممكن انه صباحا باكرا يكون اذا متعود المريض او الشخص على الرياضة بدل الصبح بكير كتير او اخر النهار بقدر يمشي كتير نعم. نعم. طيب أيضا من الأعراض اللي ممكن يأثر عليها السكري على العين هو وبالتحديد على الشبكية النزيف على نعم. الشبكية فشو هي أسبابه دكتور زي ما حكينا ببلش مرض السكري أو نشخص تأثير السكري على الشبكية بأربع مراحل نعم. المرحلة الأولية اللي هي البسيطة جدا اللي هي ببداية الرشح من الخلايا أو شعيرات الدموية ثانيا اللي هي النزيف نقاط بتكون نقاط صغيرة بعد هيك بتصير رشح بكميات كبيرة ونزيف بدرجة أكبر والرابعة اللي هي نزيف كامل على السائل الزجاج نعم. العين أو انفصال الشبكية طبعا. هلا وانس ان نتيجة التغير الشعيرات الدموية على بداخل الشبكية بتأدي إلى توسع فيها فبالتالي بتزيد رشح الدم منها فبتصير تنتشر بقع دم على شبكية العين نعم. زي ما احنا عرف الدم فيه فضلات فيه أكسجين فيه بروتين لكنها بتكون مكانها غير الطبيعي فبالتالي بتأثر على الخلايا العصبية الدقيقة جدا فبالتالي بتموت جزء منها بالتالي بتصير ضعف بالخلايا العصبية وبالتالي العصب البصري والنظر تمام نعم. طيب دكتور احنا عشان ما نطول بس على الاتصالات في معانا فاطمة صباح الخير فاطمة أهلا صباح النور أهلا وسهلا فيك تفضلي والله بالدكتور أحكي معه بس أغلبك فاطمة تعلي صوتك شوي صغيرة صوتك مش واضح ماشي تفضل والله دكتور أنا حاجة أني عمل عملية تابع عيونه بشكل سامع عشان يعني عمل عمليتين وبدأوا نظمت معه فاطمة بس بعد اذنك لان الدكتور مش عم نقدر نفهم بالضبط ايش عم تحكي بتقدري تحكي شوي شوي وتعلي الصوت شوي صغير انا بعيده بجوز الدكتور تفضلي حج عمل عمليتين بالشبكيه زي ما بتقول بيقولوا بس اليمين والشمال ماشي طيب اذا هي انا بتوقع انه في مشكله من التليفون نفسه بس زي ما فهمت السؤال لا فاطمه اذا بتقدري علاج الشبكيه نعم. طيب اذا بتقدري توطي لنا صوت التلفزيون من فضلك واضح هاي واضح طيب اوكي اذا هيك صار الصوت واضح تفضلي تسمع وماشي على المنصب يعني والله ماشي عليه نعم طيب المنصب مول هاي طيب اوكي للاسف اذا احنا فاطمه مش عم نقدر نسمعها تقدري ترجعي تحكي يعني انا زي ما فهمت ممكن انه علاج الشبكيه والسكري او ليزر حكت نعم يعني احكي انا بس ان احنا ملاحظه انه شخصنا تأثير السكري على العين نحكي مثلا عن طرق التشخيص أهم طرق التشخيص هو الفحص الطبيب في عيادته وفحص الشبكية وتوسيعها ممكن يحتاج الطبيب إلى فحص الشبكية عن طريق عمل صورة خاصة طبقية لشبكية العين تبين لنا سماكة الشبكية وجود النزيف أماكن الشرايين غير طبيعية من الطرق الحديثة بالتشخيص هلأ إذا شخصنا تأثير السكر على العين بدنا نبدأ طرق العلاج أهم طريقة للعلاج هي السيطرة على مرض السكري بالتنسيق مع طبيب السكري الخاص للمريض حتى يكون مستوى نازل جدا للسكري اثنين ممكن نحتاج عمل ليزر كثير الناس بيخافوا لما يحكي ليزر على الشبكية أو بسمع أنه مؤدي إلى العمى الليزر لا يؤدي إلى العمى الليزر هو طرق من العلاج لوقف خراب الشبكية من السكري لكن برضو في معلومة مهمة يعني نحكيها إنه السكري إذا أثر على الشبكة أو أثر على العين ما إله رجع إحنا بنحاول نوقف الخراب ما بنحاول نرجع زي ما كان فعشان هيك العلاج المبكر والتشخيص المبكر وطرق العلاج المتعددة زي ما حكينا منها الليزر أو إنه مرات بنحتاج لعطاء إبر خاصة داخل العين من الطرق الحديثة لحتى نخفف الضغط على اللطخة الصفراء أو النزيف داخل العين أو تكون الشرايين الغير طبيعية وفي بعض الحالات المتقدمة جدا عندما يصبح هناك نزيف كامل يفقد المريض نظره أو تأثر أو انفصال بشبكية العين بالتالي يحتاج لعمليات قص السائل الزجاجي وهي من العمليات الكبيرة في العيون نعم نعم طيب إذن
احنا عم ناخذ الاستفسار من فاطمه اللي حكت معانا انه عم بتقول انه زوجها اثر عمل عمليه بتوقع زراعه عدسات زراعه عدسات تمام واعطاه دكتور مرطبات للعينين، هل يضل ياخذ هاي المرطبات ولا يوقفهم؟ عاده بعد عمليه زراعه العدسات او الفيك ومنخلي المريض اقله لشهرين ثلاثه على المرطبات حتى يهدى جرح العمليه وتكون الامور كويسه وتهدي سطح القرنيه. لا قد ايه يعني بده يضل ياخذ؟ يعني شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه. طيب اذا في عندنا كمان اتصال معنا. محمود صباح الخير يا محمود. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله سؤال للدكتور انه السكر يعني جاني بعد 50 سنه وكنت عادي لفتره بسيطه جاي صار نظري خف شيء ما بعرف هذا من السكر ولا في له شيء ثاني. السكر جاني بعد 50 نعم صار وقت النظر يعني صرت اضطر اني البس نظاره مشان القراءه وشيء جديد يعني الحكي هذا السكر له معي حوالي 5 سنوات تقريبا. نعم سلامتك. سلامتك. شكرا. زي ما حكينا انه اي مريض تشخص سكري لابد من فحص العين والشبكيه، لانه عاده حالات كثيره من مرضى السكري بيكون بلش المرض على العين والكلى قبل ما يبلش المريض انه يتشخص سكري. زي ما حكى الاستاذ محمود انه بلش يحس بضعف بالنظر بعد 5 سنين من السكري، عشان هيك انه لابد يكون خلال 5 سنين يعني اي مريض يتشخص. انا بحب ان نركز على التشخيص الحالي انه لانه مرض السكري منتشر بالاردن بشكل كبير. انه اي مريض بتشخص سكري لابد انه يفحص نظره مع توسيه شبكيه اقل شيء مره بالسنه. اذا ما في شيء كل شيء تمام بعيد الفحص السنه القادمه، لانه بعد فتره راح زي ما لاحظ الاستاذ محمود راح يبلش يخف النظر، اما من تاثير العدسه صار فيها مي بيضة او ساد او صار مشاكل على العدسه شبكيه العين من ناحيه نزيف او تغيرات في اللطخه الصفراء، فبالتالي لابد انه مراجعه طبيبه لفحص الشبكيه وفحص العين والاطمئنان عليها. نعم يعني اهم شيء هي الرساله اللي دائما بنوجهها لكل مرضى السكري بغض النظر هناك اعراض واضحه او غير واضحه على العين، يفضل انه اجراء فحوصات دوريه زي ما حكيت مره بالسنه هذا اقل. نعم انا دائما بحب انا نائم الوقايه، دائما بتلاحظيني بعطي نصائح انه افحص دائما. نعم. هلا بشكل عام انه المريض او سواء كان شخص مريض او غير مريض من ناحيه السكري او امراض العيون، يعني عاده بعد ال 30 او 40 اقله يزور طبيب عيون مره بالسنه. صح. لازم. يفحص نظره، يفحص العدسه، يفحص الشبكيه، فبالتالي هو بطمئن وبحمي اي امراض مستقبليه. طبعا. صح 100%. تمام دكتور، يعني ما إلا غير نشكرك في نهايه فقرتنا لليوم. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا فيك. شكرا لمتابعتكم دنيا يا دنيا على يوتيوب. لا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب لتشوفوا كل شيء جديد بدنيا يا دنيا.